مساكم الله بالخير. وفر معي الموجود في حي التعاون معطينا أسعار خاصة جدا ولمدة 15 يوم على المنتجات الصيدلانية ومستحضرات التجميل بأسعار جدا 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 منافسة. كل التفاصيل في السنابات القادمة. MQ في الضغاط حجم 500 جرام سعرها 99 ريال و50 هللة. لوشن مرطب من سيتافيل سعره 77 ريال و50 هللة شامل الضريبة والحجم 236 ملي. وهنا شامبو الأطفال من جونسون 750 ملي سعره 18 ريال ونص شامل الضريبة. لايف بوي غسيل الجسم 500 ملي 29 ريال و50 هللة. غسول الفم من الاسترين سعره 19 ريال و50 هللة. هنا كريم بيوديرما تيديوم سعره 79 ريال و50 هللة شامل الضريبة. غسيل مكياج من بيوديرما سعره 72 ريال و50 هللة. غسول الفم من كوليجيت سعره 19 ريال و50 هللة. وهنا كريم اساس بورجوا سعره 46 ريال شامل الضريبة. هنا رضاعة من فيليبس بداخلها حبتين سعرها 82 ريال و50 هللة. هنا مزيل عرق بزلين سعرها 35 ريال و50 هللة. معجون أسنان كلوس أب سعرها 9 ريال و50 هللة. بيلمرز كريم ترطيب الجسم 200 جرام سعرها 35 ريال و50 هللة. بيسيري منظف بشرة 200 ملي سعرها 81 ريال و50 هللة. الزون كله فرشات أسنان، شوف الفرشات اللي هنا، هذه كم سعرها؟ سعرها 9 ريال 9 ريال ونص، واللي هنا 8 ريال، واللي هنا سعرها 10 ريال و50 هللة. اختام تغطيتنا لهذا اليوم في وفر معي الموجودين في حي التعاون. ما شاء الله تبارك الله المحل ممتلئ بالمنتجات مستحضرات التجميل، يعني لو بقعد أغطي أغلب المنتجات بأخذ أقل شيء 6 ساعات. فأعطيتكم نبدأ من الأسعار اللي عندهم والترتيب عندهم ما شاء الله واضح. أي شيء تحتاج أعتقد أنك تلقاه هنا. عندهم أيضا متجر إلكتروني وموقعهم زي ما ذكرت في حي التعاون، وحطيتكم اللوكيشن على كل سنابة، وأيضا بعد السنابة هذه بحط لكم لوكيشن جوجل ماب، وللعلم بحط لكم بعد اللوكيشن المتجر الإلكتروني تبعهم. وبالتوفيق للجميع. وهذا جزء من الطلبات اللي على المتجر الإلكتروني وطالع على شركة الشحن. ما شاء الله كل المدن تقريبا توفر، جدة تبوك ينبع أغلب هذه شركة الشحن UBS.